واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئتني هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرج على ليش هيك فعلا؟ ايوه. حبي سات سيفن كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جاي من قرقوش برضو؟ ايوه من قرقوش. انا طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 شهور. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في قرقوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا ما فيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو، بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات سيفن كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقه واذا هوني كان عندي صديقه اسمها ساندرا، وكنا انا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه أريد أشوفها. شوف بس، أنت مش عارفة هي فين خالص صح؟ لا ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وانا حتى احبها، ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة يعني ايه؟ يعني علوة ارجع نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا، وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله؟ ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجي لك وقت كده تبقي زعلانه بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ لا، مرات يعني ابكي على البيت مالتنا، ابكي على قرقوش، بس ما ازعل انه الله يعني سابنا من قرقوش، يعني رحنا من قرقوش. اشكره لانه سترنا وجابنا لنا حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. أنت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وأنت حتى علمتني. علمتك إيه أنا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري. حسيت بمشاعري، أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وأنت عارفة إن يسوع مش هيسيبك أبدا صح؟ ما رح يسيبنا، إذا مؤمنة وثابتة بينه ما رح يسيبني. طيب قولي لي، أنت فاكرة ترنيمة أو فاكرة حاجة لما بتبقي قاعدة لوحدك كده بتحبي ترنميها أو تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكرة ولا حاجة خالص؟ عندي ترانيم. طب تحبي تقولي أكتر واحدة أنت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك، ايه رأيك؟ اكو واحدة